السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدي شبكة المجد وبالأحص برنامج أخباركم مشاهدينا الكرام. حياكم مشاهدينا الكرام في أخبار جديدة محلية ننقلها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله أخي سلمان. حياك الله خالد، وحيا الأستاذ المشاهدين في رصد إخباري جديد نبدأه بالعناوين. دعوة للرقي بالطرح الإعلامي ومحاربة التغريب والدفاع عن الوطن من خلال مجلس إعلام المواطن. الدراعي يناشد المسؤولين بمحاسبة المتسببين في وفاة شقيقه بمستشفى الأمير متعب. شاب لا يحمل الثانوية يخترق نظام هدف آلاف المرات ويستولي على 13 مليون ريال. رجل أعمال يعفي المستأجرين لممتلكاته في المدينة المنورة شهراً. ومن الشرقية سقوط صور مدرسة النابية للبنات والأهالي يشكون تجاهل الصيانة. كانت هذه مشاهدينا أبرز عناوين حلقة الليلة، نذهب الآن إلى التفصيل. دعا الدكتور محمد البشر المجتمع إلى الرقي بالطرح الإعلامي ومراقبته بهدف محاربته محاربة التغريب والدفاع عن الوطن من خلال تشكيل مجلس إعلام المواطن. يقول الأستاذ محمد البشر في سلسلة لتغريداته في هذه الدعوة: إذا كان الأمريكيون قد أنشأوا لجنة هاتشنز لتأكيد المسؤولية الاجتماعية للإعلام لكبح جماح التفلت في مجال الأخلاق، فنحن أولى بمثل هذه الخطوة. وأكمل تغريداته قائلا: نحن أولى لأن بلادنا بمنهجها ومجتمعها قامت على ثوابت من القيم والأخلاق، ولن نرضى لهذا الإعلام أن ينتهكها في غياب الرقابة عليها ومحاسبتها. طبعا هذا الخبر لقي تفاعلا من كثير من الإعلاميين والكتاب مع هذه الدعوة، البعض أيدها. خلونا مشاهدين الكرام نستعرض بعض التغريدات اللي جاءت في هاشتاج مجلس إعلام المواطن. نبدأها مع منيرة اللي تقول: إعلامنا لا يمثل ولا يخدم مكانة السعودية. تغريدة أخرى لسامي المشرافي يقول: محاولات الإعلاميين لانحراف بوصلة المجتمع عن عقيدته وثقافته وتاريخه يستوجب وقفة جميع الشرفاء والعمل جنبا إلى جنب لمواجهة ذلك. تغريدة أخرى من صقر السلمي، صقر يقول: الإعلام الجديد ساهم في توجيه تفكير الشباب نحو قضايا وسلوكيات معينة انتقائية بين قوسين قد تتعارض مع القيم والمعايير الاجتماعية. صحيح سمان. تركي يقول في تغريدته: العسيري والجبيري والجبير والمعلمي والسبهان ليس لهم علاقة بوزارة الإعلام ويقومون بأعمال إعلامية جبارة. صحيح. خالد، طبعا الحديث أكثر عن هذه الدعوة، معنا على الهاتف أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام الدكتور محمد البشر. حياك الله دكتور محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. دكتور، خلينا نبدأ مع الإعلام الرسمي. لاحظنا مجموعة من المسؤولين يظهروا على وسائل إعلام غير رسمية يوضحوا فيها قرارات صدرت أو ستصدر أحيانا. البعض طبعا فسر هذا الظهور في هذه القنوات أنه عدم ثقة في الإعلام الرسمي، كيف ترى هذه القراءة؟ والله هذا طبعا الانطباع العام، أنك لما تأتي وتتحدث عن سياسة معينة وقرارات معينة إلى قناة وإن كانت مملوكة من رأس مال سعودي لكنها ليست محسوبة على المملكة العربية السعودية نظاما وقانونا ولا تخضع للسياسة الإعلامية للمملكة، فبالتالي كأن هذا يعطي مؤشر على أنك أنت لست يعني واثقا كل الثقة في القنوات المحلية أو وسائل الإعلام المحلية. وحتى لو كان المقصود هو الانتشار، نستطيع إذا كانت لدينا سيطرة معينة على هذا الإعلام الخاص المحسوب على المملكة العربية السعودية تستطيع أن تجبره بين قوسين على أن ينقل بالتزامن مع القنوات المحلية. فهنا نستطيع أن نحقق الثقة، نعطي الثقة للقنوات المحلية، نكسب الانتشار عن طريق تغطية الإعلام الخاص بما تنقله وسائل الإعلام المحلية، خاصة إذا كان الأمر يهم شعب المملكة العربية السعودية كله
بكل فئاته وشرائحه. صحيح. طيب دكتور محمد، انت تكلمت في تغريداتك في هاشتاج مجلس اعلام المواطن، ذكرت عن وسائل اعلام محليه لا تعبر عن قيم المجتمع، ما تعليقك على بعض هذه الوسائل الاعلام؟ طبعا مجلس اعلام المواطن هذا مرتبط بمنظومه الامن القيمي في المجتمع، وليس له علاقه بالقضايا السياسيه لانها محل اجتهاد وليس كل احد يستطيع ان يتحدث فيها، ولا بالقضايا الاقتصاديه كذلك، هو مرتبط بالقضايا الدينيه والقضايا الاخلاقيه، يعني اخلاقيات الاعلام، وخاصة ما له علاقة بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده التي بدأت يعني تختفي، بعضها يختفي بفعل فاعل وبفعل وسائل الإعلام نفسها التي تحاول أن تطمس أو تساهم في أن تندثر مثل هذه القيم الجميلة في المجتمع، وأن يحل محلها القيم مستوردة سواء كانت من الشرق أو من الغرب. مثل إيش دكتور؟ مثل إيش؟ يعني ترى عامه، يعني انت لما تجي تتكلم مثلا عن الرموز الدينيه، فانت تقلل من شأن الرموز الدينيه او حتى تشوه الرموز الدينيه، بينما في المقابل تحاول ان تاتي برموز تافهه في المجتمع وتعطي يعني تسلط عليها الضوء وتجعل منهم نماذج وقدوات. يعني هذه قيمة إسلامية ترى، يعني أنت لما تأتي إلى نموذج القدوة في المجتمع المسلم لا تكون القدوة إلا لمن يعني اجتمعت له شروط القدوة، يعني أنت تقدم قدوة للرأي العام للمجتمعات حتى يكون له تأثير، فلما تقدم الناس الذين ليست لهم اهتمامات أو اهتماماتهم اهتمامات ترفيهية بحتة أو حتى اهتمامات تتعارض مع قيم المجتمع وتسلط الضوء عليها، ثم بعد ذلك يعني في المقابل يعني حقيقة تحاول من جهة أخرى أن تشوه نموذج العلماء، نموذج الدعاة، نموذج المخلصين، نموذج حتى الناس الذين يعني في الطب وفي التعليم وفي براءات الاختراع، تتجاهلهم تماما، فكأنك لا تقدم إلا الناحية السيئة للمجتمع. يعني وضع وهنا نقطة اسمح لي بس أكد عليها، أنت في كل نحن لسنا مجتمع ملائكي بالتأكيد، يعني وفي كل مجتمع هناك نواقص وهناك مظاهر سيئة ومظاهر سلبية، حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. صحيح. ولكن أن تأتي الوسائل الإعلامية الخاصة، طبعا مجلس الإعلام المواطن بالتأكيد أنه يعني يمكن 90% منه موجه إلى رسائل الإعلام الخاص، لما يأتي هذا الإعلام الخاص ويركز على المظاهر السلبية في المجتمع، فالآخر لا يرى في المجتمع السعودي إلا هذه المظاهر السلبية فقط. واضح. فيكون واضح. صورة ذهنية مشوهة عن المجتمع السعودي. واضح دكتور. أنه مجتمع بذيء، مجتمع منحط. تصدير، يعني خلينا نقول تصدير من لا يستحق التصدير. بالضبط. طيب دكتور محمد، أنا ما بقي معي وقت، اعذرني دكتور، أنا ما بقي معي وقت، معي اتصال ثاني. أشكرك دكتور على مداخلتك حول مجلس إعلام المواطن، دكتور محمد البشر، وأنت أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام، شكرا لمداخلتك معنا في برنامج أخباركم. مشاهدين الكرام، نذهب الآن إلى الخبر التالي. تعرض المواطن عبد المجيد كريم الرويلي، عبد المجيد كريم الرويلي، لحادث مروري بمنطقة الجوف، وأدخل على إثره مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز، وبعدها بأربع ساعات وافته المنية، نقلا عن صحيفة تواصل الإلكترونية. وقال أخيه مشرف كريم الرويلي أن الشؤون الصحية بالمنطقة أخبرته أن وفاة أخيه بسبب خطأ طبي من قبل الأطباء بالمستشفى أثناء إجرائهم عملية جراحية والتي تسببت في وفاته. يذكر أن برنامج أخباركم قد استعرض من قبل رسالة من أحد المراجعين وجدت مكتوبة على سور المستشفى نفسه من الداخل، يقول فيها: أمي ماتت هنا، الله لا يسامح من كان السبب، في إشارة منه إلى تسبب المستشفى ذاته في وفاة والدته. وقد تفاعل كثير من المواطنين والمغردين حينها مع هذه الرسالة وطالبوا بوضع حد لهذه الأهمال والتقصير بالمستشفى. هذه الصورة خالد تظهر الآن على الشاشة، طبعاً
اليوم ايضا الاخطاء تتكرر بحسب صحيفه التواصل الناقله عن الخبر، وبحسب ايضا اخو المتوفى اللي راح يداخل معنا بعد قليل. خلينا مشاهدينا الكرام قبل ما نذهب للاتصال نستعرض بعض التغريدات اللي جاءت في هاشتاج ضحيه المستشفى المتعب. اذا لم يتم اصلاح هذا المستشفى، قال طلال، اذا لم يتم اصلاح هذا المستشفى بكوادر طبيه ماهره وإيقاف معدل الوفيات المرتفع بسبب الأخطاء الطبية المتكررة، إقفاله أفضل. أحد الحسابات تقول في هذا الهاشتاج يجيهم المريض فيه صداع بسيط وعلى طول عناية ثم غسيل كلى ثم تنفس صناعي ثم بكل بساطة الله أخذ أمانته دهور أمي وقبلها أبوي. فرحان الشمري يقول في تغريدة أخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمك الله يا عبد المجيد، أصبحنا تجارب للأطباء في هذا المستشفى وإهماله وبدون محاسبة. صحيح سلمان. وللحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن تفاصيل تلك الحادثة معنا عن الهاتف الأستاذ مشرف كريم الدراعي أخو المتوفى عبد المجيد الدراعي رحمه الله. في البداية أستاذ مشرف أحسن الله عزائكم وغفر الله لميتكم، باختصار ما هي تفاصيل الحادثة وكيف كان الإهمال؟ الله يجزاكم خير وأشكركم على إتاحة الفرصة، ولا يريكم الله سبحانه وتعالى مكروه. اللي حصل باختصار، حصل الحادث تقريبا الساعة 11 صباح. أنا تقريبا وصلت إلى المستشفى الساعة 12. أخوي ما فيه ولا يعني علامة من علامات الاحتضار أو أنه مقبل على موت. كان يشتكي من ألم في بطنه ويبلغني يريد الاستفراغ. فأبلغت الدكتور أكثر من مرة وأنا أبلغ يا دكتور في مشكلة في بطنه، ويقول لي الأمر بسيط ولا في شيء، وعملنا له الأشعة المطلوبة ولا في أي يعني علامة من علامات أنه يتوفى أو أنه يصير له الإصابة. رجعت للدكتور ثاني مرة وأبلغته كذلك، أبلغني قال لي أنتم روحوا لبيتكم وأبد ما فيه أي شيء، ما فيه إلا الكسور ورايح نجبرها ويجيكم بعد بالبيت. حنا أنا وأبوي وأمي رحنا للمنزل وعلى أساس إن ما فيه أي شيء. طيب وبعد كذا استغربنا، الساعة 3 اتصلوا علينا المستشفى وبلغونا بالحضور المستعجل. تفاجأنا إن أخوي يدخل إلى العمليات وأبلغونا إن فيه نزيف حاد وإنه لابد من استئصال الكلية، ورجعوا لنا واستأصلوا الطحال، واكتشفنا ثاني يوم انهم استأصلوا جزء كبير من الكبد ولا بلغونا بالاشياء هذه. وللاسف ان دكتور الاورده الدمويه طبعا ما في كل منطقه الجوف، لا يوجد دكتور، في دكتور واخذ اجازه، وهذا خطا كبير اداري. طيب هل الان المستشفى الان اعترفت بالخطا في التشخيص؟ نعم اعترفت، بناء على خطابهم وجه الى اماره المنطقه بأن وجود خطأ طبي فني كما ذكروا نصا كذا. طيب باختصار شديد، إيش الإجراءات التالية اللي راح تقوموا فيها؟ أو إذا هم وعدوكم بإجراءات؟ هم وعدونا بأن يحلون إلى المحكمة الشرعية الصحية في تبوك ويريدون يشخصنون الأمور ويريدوني أن أتهم يعني طبيبين. أنا أتهمت جميع الكادر الطبي واتهمت كذلك الإدارة لأنها فيها الناس تشتكي منها، وأنا أناشد سمو أمير المنطقة وأناشد قبله يعني ملك الحزم والعزم الملك سلمان أنه يتدخل وينقذ أهل الجوف. أنقذوا أهل الجوف من المهزلة اللي صايرة في مستشفى الأمير متعب، يعني مهزلة لأبعد الحدود بلا مبالاة وبلا يعني اهتمام بالمرضى. أنا الخطاب موجود، واليوم طلبت من الشؤون الصحية يعني صورة منه ورفضوا يعطوني صورة الخطاب وارف. الرسمي، ولكنهم خاطبوا الإمارة بوجود الخطأ ورايح يحولون إلى المحكمة، وأنا رافض شخصنة الأمور. أنا صحيح أريد صحيح. تدخل من ومحاسبة الطاقم وتدخل من الجهات المسؤولة ومناشدة المحامين. وصل صوتك سيد مشرف. نعم وصل صوتك إن شاء الله. نحن ما بقي معنا الكثير من الوقت، إن شاء الله وصل صوتك وبإذن الله تأخذوا حقكم. الأستاذ مشرف كريم الدراعي وهو أخو المتوفى عبد المجيد، شكرا لمداخلتك معنا في برنامج أخباركم، وأحسن الله عزاكم. إذا مشاهدينا الكرام إلى الخبر التالي.
أفادت مصادر أن الجهات القضائية المختصة تحقق في قضية شاب سعودي تمكن من اختراق النظام الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية هدف والاستيلاء على 13 مليون ريال. وبحسب صحيفة الوطن، أوضحت المصادر أن الشاب لا يحمل الثانوية العامة وتمكن من اختراق الموقع آلاف المرات، إلا أنه استطاع الدخول إلى بيانات طالبي التوظيف والشركات وربطهم كموظفين والموافقة على طلب التوظيف والرفع بطلبات الدعم والموافقة عليها ومتابعة إجراءات الصرف من الصندوق. وكذلك أبانت أن الشاب اعترف خلال التحقيق معه أن ضعف برمجة النظام هو ما سهل له عملية الاختراق وأتاح له بإمكانية تحديث الفواتير وتجديدها وكذلك حذفها وإجراء التعديلات على المعلومات الشخصية للمتقدمين ومن ثم ربطهم كموظفين. طبعا كالعادة المغردين ما خلوا الموضوع يعدي على بسهولة. صحيح. خلينا نستعرض التغريدات اللي جاءت. عبد الله في البداية يقول أنا لو أنا صاحب قرار الاستفادة من قدرات الشاب وتوظيفها لمصلحة البلد واعتمد على أبناء البلد بدل الخبير الأجنبي اللي ضحك علينا، يقصد في بناء الموقع الأصلي. الموقع. عبد الله يقول المفروض تستغل هذه الموهبة في تصميم جدران حماية للوزارات والحكومية، أقلها يجيبونها المواهب لتصميم نظم تشغيلية في مصانع جوالات. صحيح. مغردة أخرى قالت هذا دليل الموقع مشي حالك، وزارة العمل حطت فيه ملايين للتصميم وهذا فساد وسرقة للأموال العامة بحجج التصميم. إذن سلمان ومشاهدينا الكرام كذلك ننتقل وإياكم إلى الخبر التالي. أعفى رجل أعمال في محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة المستأجرين للعقارات التي يملكها من قسط شهر واحد هذا العام، مبررا ذلك بالظروف المالية التي يواجهها المواطنين تبعة للقرارات الأخيرة. وقد لاقت هذه المبادرة قبول واستحسان المستأجرين، وقد دعا رجل الأعمال نظراءه من الملاك إلى تقديم مبادرات وطنية مماثلة للإسهام في تخفيف معاناة الأسر ذات الدخل المحدود. الجدير بالذكر أن إيجارات الشقق السكنية في المحافظة تراجعت بنسب كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية، حيث تراوحت بين 9,000 إلى 16,000 ريال. مشاهدين الكرام خلونا الآن نذهب مباشرة للخبر التالي. إذا مشاهدين الكرام ومع مشاركتكم نبدأها من رفحة، حيث باغت الأمن مفحطا أثناء استعراضه في طريق عام. نشاهد. ومع هذا الرصد لإحدى سيارات ساهر والتي تقف في موقع خطر بطريق الملك عبد العزيز لتغيير بطاريات الكاميرا. نشاهد. سعد الله صباحكم، أنا برجع لساهر نفس الموقع لكن في مكان قريب طريق عبد العزيز، جايين يغيرون بطاريات الجلال. هذه شركة ساهر بالعادة ترتكب مخالفات دون رقيب، جايين يغيرون بطاريات طريق الملك عبد العزيز. حقيقة احنا لن نسكت في ما يسوون. هنا جماعة الآن غيرت البطاريات من خلال السيارة هذه بأدنى جوانب السلام. شكرا شركة ساهر. دعوة المرور الكاميرا جاية خلف الأشجار بالتخفي، يعني لا تكون الهدف. ومن الرياض مشاهدين الكرام إلى منطقة الشرقية وتحديدا من منطقة القطيف، حيث سقوط سور مدرسة النابية للبنات وشكوى كبيرة من الأهالي لتجاهل الصيانة. نشاهد. من المنطقة الشرقية إلى المدينة المنورة، وبسبب عدم ترك المسافة الكافية حادث لرتل من 10 سيارات شاحنات تمتلكها شركة واحدة. نشاهد.
المصائب لا تأتي فرادة. شكرا لك خالد على حلقة اليوم. شكرا لك أنت أيضا سلمان، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله في تمام التاسعة من يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.